بعد العركة الأخيرة اللي حصلت بين الشعب والسيسي والمظاهرات اللي نزلت الشوارع وماسورة الفيديوهات اللي طفعت علينا من كل حتة لما بقت النت ورمت وبقت بتسب للناس، بعد كل ده بقى اللي شاغل بال المصريين حاجة أهم من إيه اللي هيحصل في الأيام الجاية، وفي ثورة ولا مفيش، والناس هتخلع السيسي ولا ظباطه هيبقى لصوه ولا إيه بالظبط. اللي بقى شاغل الناس دلوقتي سؤال واحد، وإحنا إمتى وإزاي ابتلينا بالراجل اللي قاعد بلد بحالها على الخازوق ده، وإزاي ظهر كده زي النبت الشيطاني من غير ما نعرف له أصل ولا فصل؟ يعني باختصار قبل ما يبقى رئيس جمهورية ويكبر ويعرف صنفه ايه في عالم البلح، زغلول ولا رطب ولا امهات ولا ايه بالظبط، السيسي ده كان جنس اهله ايه؟ كشف حمادة. عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي قبل ما يظهر على الساحة في مصر في السنة اللي حكم فيها مرسي ما كانش له أي ظهور سابق على الشاشات أو حوارات في الجرائد بشكل يحسسك أنه متعمد، كأنه بيأكد أنه رجل المخابرات اللي لازم يكون خفي وعايش في الظل ومبهم محدش يعرف عنه حاجة. قبل السنة دي مفيش معلومات عنه كتيرة ولا قليلة، وكل اللي نعرفه عنه يخص عيلته أكتر منه هو شخصية، طبيب الفلاسفة المعروف بشفاط الفكة وكنج التفريعة. اوعوا تفتكروا إن أنا ربنا خلقني طبيب أوصف، طبيب أوصف الحالة، هو خلقني كده. من مواليد 19 نوفمبر 54 في حي الجمالية في القاهرة، اتولد في عيلة فيها 13 أخ شقيق وواحد من زوجة تانية لوالده من غير ما يبقى فيه كلام كتير عنهم ولا معلومات، بس الشخص الوحيد المعروف واللي السيسي كان بيتكلم عنه باستمرار كان والدته اللي صرح في أكتر من مناسبة إنه بيحبها جدا وإنها مفتاح شخصيته، وإنه في عز ما البلد كانت مولعة والناس ثايرة على مرسي هو طرق على البيان بتاعك إقالته من هنا وجري على أمه عشان تدعي له إن ربنا يحميه من الشر. بس سبحان الله يا جدع، يشاء ربك إن يوم ما تتوفى والدته الله يرحمها قبل افتتاح تفريع قناة السويس يقرر السيسي يلحس كل الكلام اللي قاله ده ويسيب جثتها في التلاجة لحد ما يخلص الاحتفالات وياخد اللقطة، وبعدها يبقى يدفنها على رواقة في مشهد رمزي ولا اجدعها مخرج يعرف يفكر فيه، عشان يقولك بأبسط عبارة ممكنة ان الراجل اللي يعمل كده في امه تفتكره يبقى قادر يعمل ايه، وهيتصرف ازاي في الشعب اللي بيحكمه لو فكر بس يقف قدام ارادته. والدتك ماتت، اعمل واكل وروح عزا الحاجة وتفتح قناة، ممكن حد مكانك يروح، اي حد يروح، وانا من وجهة نظري اصلا ان انت المفروض كنت ما تروحش، بس هي واي او حصل لك ظرف طارئ والدتك امك، فهو قال لك ان مش هنقدر نعمل دلوقتي وهنخليها في المستشفى، يلا قبل ما هو تموت اكلينيكي، ده اللي طلعوه الله يرحمها طبعا ويرحم موتانا جميعا، ولكن ده اللي حصل، فاضطر ان هو يخبي الكام يوم دول لحد ما يعمل افتتاح قناه السويس. الساده الضباط المحترمين شاهدين بده، الناس اللي كانت بتشتغل معايا في الشركه شاهده بده. عائله السيسي تعتبر واحده من اكبر واشهر العائلات اللي بتشتغل في مجال الارابيسك والخشب المزخرف في خان الخليل، وعندها لوحدها 10 محلات في وش العدو، وحسب ما بيحكي ابن عمه مسعد للجرايد كان شباب العيله كلهم بيشتغلوا في المحلات دي، لا في فرق بين مين ابن مين ولا مين الريس ومين الصنايع الاجري، كبار العيله بس هم اللي مسيطرين على كل حاجه، الكلمه كلمتهم وليهم على الشباب الاحترام والطاعه وتنفيذ الاوامر بدون نقاش. في العيلة دي اتشكلت اول معالم لشخصية السيسي اللي اتولد لقى نفسه في جيش مصغر وبتقاليد صعيدية وعقيدة اشبه بعقيدة العسكريين، فكان سهل عليه بعد كده لما يكبر انه ينجذب للحياة العسكرية اللي شبهها ويندمج فيها لما يدخلها ويكمل فيها للنهاية. نادرا لما تلاقي السيسي بيحكي عن نفسه وعن الفترة دي من حياته، واخره يطلع كل سنة مرة يحكي ذكرى من هنا موقف من هناك، فيقوم ضرب ايده في جراب ذكريات ابوكو الحاج عبده اللي تشرح القلب، ويطلع بموقف يمدح فيه نفسه او يهون بيه على الغلبان لما يقول له انه عاش عمره كله تلاجته ما فيهاش المية. او مثلا ذكرى يقولها لك وهو مندمج في جو مصطفى فهمي، وان قال ايه كل بنات العيلة الصغيرين اللي اكبر واحدة فيهم في ثانوي كانوا بيجروا وراه عشان ياخدوا رأيه ويقولوا له يا ريت بابانا كان عمه عبد الفتاح. انا هقول كلام مش عشان اقدم نفسي ليكم، لكن عايز اقول لكم انا كنت في اسرتي عايشين في بيت في كل اسرتي بالبنات البيت كلهم، كان كل بنات البيت يقولوا يا ريت بابانا عمو عبد الفتاح. الحقيقه ان ما عندناش معلومات كافيه عن السيسي في اخطر مراحل عمره، يعني صوره وهو مولود، صوره اول تطعيم، اول نفه، اول يوم حضانه، ما نعرفش مثلا يعني كان بيحب سندوتشات الجبنه بالخيار في المدرسه ولا بيروح يغز العيال بسندوتشات كفته وطحال، المهم ان كل فين وفين لما يطلع حد عصره وهو صغير فكان يقعد ساعه يمدح فيه ويمجد في طفولته، لما تحس انه اتسخط لسان كل دور انه يلحس للسيسي بس يمكن يرضى عنه ولا يشوفه حاجه، زي مثلا ابلة عزيزه مدرسه الحساب والعلوم في مدرسه البكر الابتدائيه اللي طلعت وقت انتخابات السيسي الاولانيه وقالت انا والله مش فاكراه قوي وما كانش باين في الفصل. ما هو طبيعي هو دلوقتي كله على بعضه شبرين وربع، امال وهو عيل كان قد ايه، فطبيعي ما تشوفوش يعني، بس بتقول لك الشهاده لله الواد اكيد كان متفوق، انا اصلا ما باخدش الا فصول المتفوقين فاكيد كان من ضمنهم يعني. تقف المصادر عاجزه عن تخيل الطفل المعجزه عبد الفتاح السيسي وهو في فصل، لكن بشويه تخيل كده تقدر تتصور الواد اللي قاعد في اول تخته في وش المدرسين اللي هو الوحيد اللي بيرفع ايده ويسال المدرسين وينظم الرحلات
ويلم كراسات الواجب وينزل الكانتين يشتري حلويات لزمايله ويلم تمنها عشان يطلع بحسنه ويحضر دروس الحصه دي والحصه اللي وراها. بص لو مش عارف تتخيله يعني افتكر اكتر عيل غتيت وممل في الفصل اللي كان بيجي الصبح ده كاوي هدومه وفارق شعره من جنب وكراساته كلها نظيفه وفوق شفته شنب الشاي بلبن ده، افتكرته الواد اللي كانت كل المدرسه عاملاها كيس مخده وبتتدرب فيه ملاكمه ده، اهو ده عبد اللي لبسناه كلنا بالصلاه على النبي. وانا صغير كان في ناس كبار يضربوني. اقول لهم ايه بقى؟ اكبر اكبر. كبر السيسي وخلص إعدادية وبدأ ينجذب زي ما قلنا للحياة العسكرية، فدرس في ثانوي عسكري ومنها على الكلية الحربية اللي بعد ما اتخرج منها بدأ يحضر الماجستير من كلية القادة والأركان وبعدها ماجستير تاني من إنجلترا وزمالة من هنا على زمالة من هناك لحد ما وصل في النهاية لكلية الحرب العليا في أمريكا سنة 2006. ده بالنسبة لدراسته. بالنسبة بقى لحياته العاطفية فمحدش عارف بالتحديد إذا كان لعب بديله قبل كده ولا لأ يعني، بس عموما محدش يستنى يطلع له فيديو ولا حاجة، هو مش خالد يوسف يعني، والراجل الحقيقة كان معروف بتدينه وتربيته المحافظة من صغره. فالراجل كان في حتة الحريم دي ماشي جنب الحيط واتجوز بدري بدري من فاتن حمامة بتاعت العيلة مدام انتصار اللي جموع المصريين هتعرفها بعد كده باسم سيدة القصر واللي كانت من صغرها ست بيت وطلعت بناتها كده، وبرضه كانت تربيتها زي السيسي محافظة وتقليدية لدرجة ان السيسي نفسه رفض مهمة ورا التانية كمسؤول عسكري في امريكا لمجرد ان الطلب منه ان مراته تقلع الحجاب لما تسافر عشان تقدر تختلط بالمجتمع الامريكي. بس الظاهر الموقف ده فضل مقرح في نفسيته فخلاه لما يمسك الحكم يلبس البلد كلها طرح. لكن عموما قصة السيسي الحقيقية هي تبدأ فصولها من أول ما قامت ثورة يناير، وقتها كان اترقى في كذا منصب من ملحق عسكري في السعودية لقائد لواء مشاة لرئيس أركان المنطقة الشمالية وبعدها يمسك قائد المنطقة الشمالية كلها عشان في النهاية يستقر وقت الثورة في منصب مدير المخابرات الحربية. بس طول السلسلة دي من المناصب كان السيسي بيلعب دايما في الظل، ملهوش صوت، ما تسمعلوش خناقة مع رتبة هنا أو صدام مع رتبة أعلى هناك، واحد في حاله هادي مستكين وكافي خير وشر، أو يعني هو تقريبا كان بيكتم جواه لحد ما يمسك البلد في يوم، محدش عارف يعني. المهم إنه زي ما قلنا كان شخص الكل اجمع على بساطته وهدوءه سواء من قياداته في مصر او حتى اللي اتعامل معاهم بره في امريكا، لدرجه ان ليون بانيتا اللي كان مدير السي اي اي وترقى وزير دفاع وقت الثوره قال في حوار مع جريت نيويوركر عن السيسي ان ولا واحد من كبار المسؤولين في امريكا خد باله منه وان المعلومات الشخصيه عنه قليله وتقارير المخابرات نفسها ما كانش فيها اي نوع من انواع الاهتمام بيه او بقصته او تفاصيل شخصيته. ولما ساب بانيتا السي اي اي ومسك بعدها واحد تاني قال برضه عن السيسي ان محدش يعرف كتير عن مراته ولا عياله حتى، وان ده مش صدفه قد ما كان شيء متعمد منه انه يرسم حواليه صوره ضبابيه ما تعرفش تشوف فيها تفاصيل الا اللي عاوز يوريها لك هو بنفسه. وسواء فعلا كان السيسي متعمد يعمل كده او حصل ده بالصدفه نتيجه هدوء وخجل وغيابه عن الاضواء، ففي كل الاحوال يفضل المعروف عنه انه كان شخصيه مبهمه ما تعرفلاش اصل ولا فصل ولا وش من ظهر، حاجه كده عامله زي قنديل البحر، عارفه المظفلت ده اللي ما تعرفلوش راس من رجلين بس يلسعك اللسعه يعني ما تقولش لعدوك عليها. اهو السيسي كان قنديل البحر بتاع المخابرات لحد ما قامت الثوره. وقتها كان اول حاجه اتعرفت عن السيسي قبل حتى ما الناس تعرف منصبه كان انه الراجل اللي عرى بنات مصر، الراجل اللي كان عنده من الوقاحه والبجاحه ان يخرج على الملأ عشان يبرر جريمه اسمها كشوف العذريه وقت الثوره، ودي اتكلمنا عنها باستفاضه في حلقات ساسا يا سوسو. طلعوها بقى طبعا المجلس العسكري مع ان اللواء السيسي اول واحد معترف اللي هو دلوقتي وزير الدفاع اول ما اعترف بكشوف العذريه للبنات. هذا الكلام ده انترناشونال صح؟ صح جي ايه؟ ده كان اول موقف يخلي اسم السيسي يتردد على ألسنة الناس، بس هو ما اهتمش بالكلام ده، ووقتها البلد كانت على صفيح ساخن حرفيا يعني وكل يوم فيها حدث جديد، فما كانش حد فايقله، وتاه الموقف ده وسط الزحمه، والكل نسيه، قبل ما يرجع تاني السيسي ضابط الجيش المستخبي في الظل ورابط الصله الخفي بين المجلس العسكري والاخوان، من ناحيه كان المجلس بيتعامل معاه على انه حاجه كده زي بهاء، لا بيهش ولا بينش، في حاله وبتاع ربنا، ما تستغربش، ما انت لما تعرف ان طنطاوي وقتها كان 76 سنه، وسامي عنان كان 64 سنه، فاكيد بالنسبه لهم السيسي اللي 57 سنه كان لسه مراهق طايش يعني، عاوزين يعملوا له جمعيه يجوزوه بها بدري بدري. بدل ما هو بالنهار في المجلس وبالليل مقضيها في محلات البلاي ستيشن. بس على الناحيه الثانيه كان الاخوان فرحانين بيه جدا باعتباره المتدين التقي الورع اللي ما بيفوتش فرض وماشي بكلام النقشبندي وعايش بنور الله. فالراجل كان محبوب من الطرفين، ينسق ويرتب وينقل الرسائل من هنا لهناك عشان البلد تمشي ويبقى كله عارف دوره ايه بالظبط وبيعمل ايه. المجلس بيدير البلد بمزاجه ودماغه والاخوان بيلعبوها سياسه وبيرتبوا للحكومه اللي جايه وهم كده كده في الامان وتحت باط الجيش طول ما هم بعيد عنه وعن شؤونه الداخليه. فضل السيسي عايش دور رسول الغرام ده
لحد ما بدأت الانتخابات واتحصلت المنافسة بين مرسي وشفيق. من وجهة نظره كان شايف شفيق بيشكل خطر أكبر من مرسي نفسه، وده اللي خلاه يتحمس لفوز مرسي باعتباره يعني من جماعة سهل يتسيطر عليها. لكن شفيق ابن الجيش اللي ممكن بفوزه يرجع الحزب الوطني ودور الجيش يقل في السيطرة على البلد تاني بعد ما كان لمدة سنة وأكتر هو الكل في الكل وده خير البلد وعرف مفاتيحها، وفعلا تنتهي الانتخابات ويجي مرسي في الحكم وتبدأ معاه مرحلة جديدة من عمر السيسي يقرر فيها إنه يرقد بخباسة ويبتدي يخطط ويتكتك مستني الفرصة اللي هتيجي قدامه عشان ينط عليها فتقربه من دايرة الحكم في مصر. وسبحان الله كأن القدر في الفترة دي كان في صفه، فما يعديش كام شهر ويحصل كمين في سيناء يروح فيه 16 عسكري من شبابنا على إيد عصابات مسلحة. ساعتها السيسي رقع زغروطة سمعت من أوضة نومه لغاية قصر مرسي، بس قبل ما مرسي يسمعها كان السيسي ضرب البدلة وفتح سبرنت يوصل بيه القصر عشان يقعد مع مرسي قاعد على الضيق كده لوحدهم يلبس فيها طنطو وعنام في الحيط ويبيعهم لمرسي بمعلومات بتأكد ان هم ناويين انقلبوا عليه. فيقوم مرسي مستغل اللي حصل في سيناء عشان يعلن عزل طنطاوي وعنان وشويه قيادات تانية، وبعدها يعمل ايه؟ ايوه يعين الخلوق المؤدب اللي ما بتطلعش من بقه العيبه مكان طنطاوي نفسه ويرقيه الفريق اول ووزير الدفاع الجديد. كل التقارير اللي كانت بتطلع عن السيسي وقتها بتقول انه كان الرجل المقرب الاول من مرسي وبياخد رايه في حاجات كتير وانه بيثق فيه جدا، مش بس للجميل اللي عمله معاه والمعلومات اللي جابها له، ده كمان عشان هو راجل متدين وورع لدرجه ان وكالات الانباء وقتها وتقارير المخابرات الاجنبيه كانت بتحسب السيسي على التيار الاسلامي وفاكرينه اخوان كمان زي مرسي. النقطه دي ما ينفعش تفوتك كده لانها ببساطه بتديك اول اشاره لشخصيه السيسي اللي هتكمل معانا الكام سنه الجايين. الراجل المتدين والمسلم التقي، الراجل اللي بدا بشخصيه محافظه وخجل وهدوء شبه بنت البنوت اللي جاي لها عريس وداخل عليه بصينيه البسبوسه، قبل ما شويه شويه يتحول التدين ده لاضطراب نفسي ومخه يبتدي يشرز من كتر جنون العظمه وتبدا صلته بالله تتحول في عينه من عبده وربه لشخص موصول بالسمع على طول، ملهم العناية الإلهية هي اللي بتحركه وبتهديه وبتوجهه، فبالتالي ما بيغلطش، ولو حد فكر بس انه يعارضه يبقى كأنه بالظبط بيعترض على إرادة ربنا عز وجل، ويكون الرد عليه في قمة العنف. انت مين؟ طب ايه؟ انت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ تدرسه؟ ايه ده؟ تدرسين الكلام اللي بتقوله ده؟ انت فاكرني لما تيجي تقول الكلام ده في موضوع في موضوع عام زي كده تقول لي ارجع ارجع، انت عايز دولة تقوم ولا عايز تفضل ميتة؟ كلمة طبيب الفلاسفة اللي اتريقنا عليها كلنا ما كانتش كلمة خانوا التعبير فيها، دي كانت كلمة مصدقها ومقتنع بيها تماما، ان ربنا وهبه القدرة على اكتشاف المرض وعلاجه، ومش اي مرض، مش مرض يعني ست كبيرة عندها التهاب مفاصل ولا راجل بيشتكي من حصوة على الكلى، ده الراجل بيلعب على مستوى دولي يابا وبيوصف امراض بلد بحالها لا وبيعالجها كمان. الواحد خايف عليه والله يبتدي واحده واحده يقتنع انه عالج مصر خلاص فيخش بقى على امراض الكوكب والنجوم المجاوره ويبقى بالنهار رئيس مصر وبالليل جريندايزر. ما انت مش راضي، انت بتزعق ليه؟ بتقعد تزعق للشعب ليه وانت معاك المايك؟ ولو حد جه على مصر انا هشيله من قدام الارض. ليه يا اخويا؟ كابتن امريكان ولا ايرون مان؟ مش فاهم والله. يعني وانت بتقول الجمله دي انا حسيت انت هتتحول، يعني هتيجي الناس تحتلنا حليك طالع بالليل من القصر كده وايرون مان بقى تعمل ايه بقى حضرتك؟ ححمي المصريين. في الشهور الاخيره من حكم مرسي وعلى قد ثقته في السيسي وان الجيش في صفه، لكن حاول يعمل اعلان رئاسي يزود بيه صلاحياته ويامن بيه نفسه قبل ما يجي الدستور الجديد والناس تعرضه لاي سبب، وده للاسف كان واحد من الاسباب اللي وترت العلاقه بينه وبين الثوار في مصر وخلت الشارع ينقلب على مرسي بعد ما كان في صفه، خصوصا انه اخذ كام قرار في الفتره دي وحصل مواقف كتير حسسوا الناس انه مش عارف يسيطر على البلد صح ولا يديرها زي ما كانوا عاوزين. من هنا بدا الكلام يظهر عن تاريخ 30 يونيو 2013 واللي هيتم فيه مرسي سنه كامله في حكمه، وانه خلاص كفايه عليه كده بقى، لازم يمشي ويبقى في انتخابات رئاسيه تجيب رئيس غيره. اللي ضحك ان الشارع كان عارف ان الجيش هيبيع مرسي، والاخوان عارفين، والمعارضه عارفه، حتى الجيش نفسه كان عارف، لكن رغم ده فضل مرسي مقتنع ان السيسي في صفه ومستحيل يعمل انقلاب عليه. لا لا، مين ده اللي يعمل نبحت القلعة؟ ليه؟ ميليشيات الاخوان. اخوان مين؟ على فكره بنحب الكلام ده. لا احنا مش عايزين، بنحب نسمع الكلام. انا ما بحبش العنتريه على كل حال، انما ازاي يعني؟ طب عملتوا ايه يا فندم؟ عملنا مكان معمول، مكان معمول يعني. ايوه ايوه ايوه، سكتنا كلنا اهو. يعني 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 لما كنا بنلتقي فيقول لي الطيارات دي فوق مننا ليه كده على طول كده؟ اقول له لا دول بيبص بيطمنوا على الواقع، يعني مفيش حاجه ما تقلقش. لا ده عبث بالنار، انك تقرب من قاده الجيش انت بتلعب بالنار على طول. طب لو اقدم على الكلام ده لازم يكون كلنا عارفينه. بس للامانه ما كانش هو الوحيد المقتنع بكده، حتى وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل لما زار مصر في مارس قبل الانقلاب بثلاث شهور قال انه قابل السيسي واتكلم معاه، وتقريبا كان هو الوحيد اللي بيتواصل معاه السيسي بالساعات وبينهم ولا 50 مكالمه، فكان متاكد ان الراجل وقتها مش بيفكر في انقلاب ولا حاجه ولا عنده نيه للسلطه. بس شهر في الثاني بدا السيسي يغير رايه ويقول اشمعنى انا؟ ليه لا؟ الدكتور امام عبد الله بيقول لا، عم عباس الضو بيقول لا،
عباس الضو بيقول لا كل ولاد مصر الشرفة بيقولوا لا. يا عم ما يقولوا كل دول لا ولا يتحرقوا، انا مالي، انا اقول اه عادي ويحصل الانقلاب ويتسجن مرسي وهو مش مصدق ان السيسي تحول 180 درجه بالشكل ده، والكتكوت المبلول اللي كان بيقف قدامه مش عارف يجمع كلمتين على بعض بقى واقف قدام الناس عامل فيها عنتر جبنه وبيتكلم عن مصلحه البلد وانقاذ مصر، ولما يقابل الوزير الامريكي يقول له نفس الكلام، اعمل ايه يا حاج؟ ما ينفعش ابيع كل الناس دي، انا عندي انصار وانا الوحيد اللي في ايده يسوق البلد، مستحيل اهرب واتخلى عن بلدي لما تحتاجني. وزي ما بيحصل في الدراما تلاقي الشخصيه الخجوله الاقرب للعبط بتتحول بعد كام حلقة الشخصية القيادية بتأمر وتتحكم والكل يسمع كلامها، لا ويبتدي ياخد قرارات مجنونة وبمنتهى العنف والقسوة عشان يثبت انه ما بقاش الشخصية الاولانية الضعيفة وانه في سبيل هدفه عنده استعداد يدوس على اي حاجة واي حد. ولو السيسي اتعرف لاول مرة عند المصريين في 2011 بكشوف العذرية على البنات، فالمرة دي هو بيتعرف بدم اكتر من 1000 واحد راحوا في مذبحة رابعة بدون ذرة شفقة او رحمة، وما بين الموقفين راجل اتبدل من واحد عقيدته الجيش ومصلحة البلد العليا لواحد بدأت عقيدة جديدة تلعب في مخه، عقيدة هي خليط من الهوس والاضطراب النفسي وجنون العظمة اللي ركبوه وخلوه شايف ان دم كل اللي راحوا دول ضرورة لانه مش بيعمل حاجة بمزاجه، كل شيء بمشيئة الله وإرادته. السيسي ورغم انه حسب تصريحات وزير الدفاع الامريكي وقتها شاف ايام صعبة في مذبحة رابعة وان مراته واسرته عانوا من اللي جرى فيها، لكن مخه اقنعه بحاجات وهمية تبرر اللي حصل ده، اقنعه انه ما عملش المذبحة وفتح النار على الناس وروح بيته عادي، يعني ده عمل ده بإرادة إلهية هي اللي خلته يتصرف بالشكل ده عشان مصلحة ملايين غيرهم، ايه يعني لما يروح شوية؟ المهم الباقي، لدرجة ان الراجل اللي كان من كام شهر بس بيأكد انه مش عاوز سلطة ومش فارقة معاه، دلوقتي بقى شايف الإرادة الإلهية هي اللي جابته هنا، واتزرع في نفسه اقتناع من الهوى انه عارف مصيره وواثق انه هيوصل للسلطة طول 35 سنة في عمره، زي ما عرفنا من الحوار اللي اتسرب ليه مع ياسر رزق. بس دي مش هتتقال، خلاص؟ مش هتتقال في الحوار، لا، هستخدمها يعني بقى لما ربنا يعني مثلا شفت في المنام من سنين طويلة جدا ان انا رافع سيف مكتوب عليه لا اله الا الله باللون الاحمر، ده من 35 سنة. لا اله الا الله لون احمر. باللون الاحمر، نعم، بسيف. ان انا في ايدي ساعة عليها نجمة خضراء ضخمة جدا اوميجا، والناس بتسألني بيقول لي انت اشمعنى انت اللي معاك الساعة دي؟ فقلت لهم الساعة دي باسمي هي اوميجا وانا عبد الفتاح، يعني رحت حاطط الاوميجا مع العالمية مع عبد الفتاح، مش انا اللي تفسد المنام مثلا، يعني منام تالت ان يتقال لي هنديك اللي ما دونوش لحد. مين؟ ها؟ في المنام يعني هنديك اللي ما دونوش لحد. منام اخر انا مع السادات بكلمه فبيقول لي انا كنت عارف ان انا حابب رئيس الجمهورية، قلت له انا عارف ان انا حابب رئيس الجمهورية. ومن ساعة ما مسك السيسي وهو تعود يضرب الهارية من هنا والإعلام ينفخها ويفرش الطبل والصجات من هنا ويقعد هو بالليل يتفرج عليهم ويصدقهم وتاخده الأحلام بعيد فيشوف نفسه أعظم حاكم هيجي للبلد في تاريخها، والدليل أهو الناس بتحبه والإعلام بيدعمه ورجالته واقفين في ظهره من غير ما يعرف إنه هيتحول لمسخ مختل نفسيا في كام سنة بس ويبقى حرفيا أسوأ حاكم جه في تاريخ البلد دي. بس عشان زي ما قلنا كان شايف نفسه موجود لأن ربنا هو اللي عينه هنا وإنه بيحكم بقوة الله وتأييده، فكان كل تصرفاته بنت المجنونة اللي عملها بعد كده تتفسر دايما في الاعلام على انها رؤية عظمى، حاجة كده نورانية مطلعة على المستقبل وشايفة اللي جاي بعد سنين فبتعالجه من دلوقتي. حتى صوره واغلبها كانت بتعبر على الحالة دي من غير ما حد ينتبه ليها، مرة وهو واقف في مقدمة مركب بتشق طريقها في قناة السويس وباصص بنظرة ثقة كده تحسسك انه في استوديو خيرية للصور الفورية، ومرة وهو واخد وضع صورني وانا مش واخد بالي ومن ورا خلفية الاهرامات. المهم انها صور بتعبر كلها عن نفسية انسان مريض مهووس بنفسه وعنده من البارانويا اللي يخليه يتوهم في كل موقف انه فرعون رب البلاد والعباد وكادراته كلها لازم تبقى كادرات ملكيه ولا تحط مصر 15. المهم يفضل في النهايه حاطط نفسه في تصنيف واحد وخانه واحده ما تتغيرش، خانه القائد والبطل الاسطوري منقذ البلاد وحاميها الاول، مش الرئيس السياسي اللي جايب ورق انتخابات وديمقراطيه ودوره خدمه الناس لانه موظف عندهم مش الههم، وده كان شيء ما بيتكسفش يقوله بمنتهى الوضوح لما حد يجي يساله فيقول السياسه عليا الحرام ماليه فيها يا باشا، انا لاعب التعبان اصطاد سمك في الحاجات دي ما اقولكش لهلوبه، لكن العب سياسه ولا ليا فيها، دي حاجات تاكل مع عبد الناصر والسادات والناس دي، حتى مبارك كان بيلعبها مع الاحزاب والمعارضه، قال يعني خليهم يتسلوا كده، لكن انا راجل جيش وتصرفاتي وقراراتي نابعه من عقيده وعقليه الجيش، لا ليا في السياسه ولا بفهم فيها. محدش يفكر يا جماعه يدخل معانا في الموضوع ده لان انا مش سياسي، انا مش سياسي بتاع الكلام، لا انا عمري ما كنت اتكلمت بالطريقه دي، لكن واضح ان الناس مش واخده بالها. احنا بنمشيش البلد بنبنيها بالكلام، البلد دي عشان ترجع كده تاني ربنا وحده فقط اللي يعلم هي رجعت كده ازاي، واي حد يفكر انه يقرب منها لا لا. انا هقول للمصريين انزلوا تاني انزلوا تاني ادوني تفويض قدام الاشرار،
اي اشرار. هقول للمصريين تاني. خدت بالك من طريقته وهو بيتكلم ومن تعبير وشه وصوته؟ الجمل اللي بيرددها السيسي دايما وطريقته الشخط والنطر مش طريقه مصطنعه قد ما هي طريقه نابعه من عقليه الجيش اللي ماشي بيها. العقليه دي هي العقليه اللي اتحكمت في كل تصرفاته من لحظه ما مسك الحكم ولحد اللحظه دي، وخليته يؤمر الناس في اكتر من مناسبه ان هم ما يسمعوش كلام حد غيره ولا يصدقوا حد غيره. شوفوا انا عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضو زي ما انا شايفكم قدامي كده، وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري، انا بتكلم بمنتهى الجدية، ما تسمعوش كلام حد غيري، انا راجل لا بكذب ولا بلف وادور ولا ليا مصلحة غير بلدي. ومش بس بالزعيق والشخط ده، حتى في لقاءاته الودية وفي الخطب بتاعته كمان، وبعيد عن ان المخابرات كانت بتبوس ايده عشان ما يجودش ويلتزم بالسكريبت، لكن برضه عشان هو مش راجل سياسة ولا يفهم فيها، كان بيفضل برضه يفرك لحد ما يحط التاتش بتاعه بشوية جمل تحسسك انه لو قاصد يخلي نفسه نجم الجيل في الكوميكسات والتريقة من الناس مش هيعمل اكتر من كده والله. شوية جمل هو يقولها من هنا والناس تنزل فيها دعك وتريقة من هنا، تقولش فرحة عمرهم ان الراجل ده يبقى ليه مؤتمر في التلفزيون ولا خطاب عشان يجيبوا الفشار واللب ويقعدوا يسهروا ويسفوا عليه، يعني يبتدي بجمل هاديه كده وهرمونات المحنه بتدلدق منها ويقعد يقول لك الشعب ده ما لقاش اللي يحنوا عليه، وانتوا نور عينينا، وانا وزير المراه، وانا لو ينفع اتباع لاتباع عشان اجيب فلوس للمصريين، والشغل الملزق ده. بعدين لما يسخن بقى والمؤتمر ما يجيبش حق الكهارب والفراشه يقولوا له لا يا ريس اسخن كده وصحصح، العيال بتنام مننا، فيقوم رقع كام افيه سمج من بتوعه اللي يخلوا الناس تتفتح في الضحك عليه مش على الافيه نفسه، اللي هو زي باشمهندس طارق زود البنزين ما تقلقش، دول الناس بتوع كيكي، انا عاوز الم الفكه اللي معاكم لو سمحتوا، نجيب مدرب اجنبي للمنتخب ليه؟ ما نتيجه واحده، يتكلم عن النمو السكاني فيقول لك عيل ولا اتنين كفايه وخدوا فرصه، فالناس تضحك فيقوم قايل لهم تموتوا انتوا في الكلام ده. وطبعا موقفه الاشهر لما حلف رئيس الوزراء الاثيوبي انه والله يا اختي ما نقوم باي ضرر على المياه بتاعه المصريين، الراجل اضطر ياخده على قد عقله وهو بيقول في باله هم المصريين باعتين لي عيل في خمسه ابتدائي ولا ايه؟ والله لن نقوم باي ضرر، لن نقوم باي ضرر للمياه في مصر، مصر. وخد غير ده كتير قوي. في اخر بقى المؤتمرات ولا الخطب الظاهر الراجل يعني بقى بيطبق كتير ودماغه شعشعت وما بقاش مركز هو بيقول ايه ولا مع مين، فتلاقيه بقى بيدلدق بهريز وهرتله صافيه ولا اجدعها شريط حبوب هلوسه كامل يعملها حاجه كده من اعرق كوبايه، ما تعرف لاش ده تصريح بهزار ولا جد ولا هو حب يسبق الناس على النت ويتريق على نفسه وافيهات جاهزه ولا ايه بالظبط يعني. فتلاقي مره يقول لك انا مش عاوز اتكلم عن الانجازات كتير عشان الاشرار، والمره جايه هشتكيكوا للشعب وانت مش محتاج تقول لي هات، انا لو قادر اديك هديك بس ما تسالنيش فين، وانا قعدت 10 سنين تلاجتي ما فيهاش الا ميه، وده امر ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى معاه بندعمه ونأيده. وطبعا ما ننساش القلشه الجباره اللي عاوزه ابن سينا نفسه يفسرها لو عرف. العلم الحقيقي ان الحكايه كانت كده واحنا كنا كده، وبالرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزه. حد فاهم حاجه؟ لا ايش طيب انا كده. مع ذلك كان يطلع علينا اعلام يهلل للتصريحات دي على انها عصاره الحكمه وخلاصه المواهب الربانيه اللي نزلت حصريا على السيسي وهو بيستحمى في البني. وطالما في تهليل للتصريحات المتخلفه دي، امال في تصرفاته وقراراته كنت متصور الاعلام هيعمل معاه ايه؟ كل قرارات السيسي كانت بتترجم في الاعلام على انها حكمه الرئيس اللي سبقانا بسنين ضوئيه وسبق تفكير الشعب الجاهل ورؤيته القاصره، يعمل مشروعات وهميه، يبني مدينه كامله في الصحراء، يفتتح مصانع وفنادق وشركات ملهاش اي 30 لازمه، حتى تفريع قناه السويس اللي هو واعلامه بعد كده اعترفوا ان ملهاش ضروره رغم ان تكلفتها وكل الغرض منها حشد الجماهير واقناعهم بالكذب ان في هدف سامي واقفين وراه وعاوزينه يتحقق. حتى التفريعه دي اللي قعدت سنه من عمر المصريين محدش سال ايه الهدف منها وايه اهميتها بالنسبه لهم من عدمها، لكن كل ده في نظرهم ما كانش مهم، المهم ان السيسي عارف يقنع الناس انها مفيده وبس، حتى لو محدش عارف مفيده في ايه. هو اكيد فاهم، هو اللي شايف وعارف، واحنا ما نعرفش لانه كلي المعرفه واحنا مجرد جهله مش اكتر. يا مؤمن ده حتى التسريبات اللي كانت اول باول بتوصل للناس عشان يسمعوها ويعرفوا رئيسهم هو بيحط خطط يتحكم بيها في الاعلام ازاي ويسحب الفلوس ازاي من الناس عشان يدفعوا مقابل لكل خدمه بياخدوها وياخد معونات من الخليج اول باول على حس مكافحه الارهاب وتطوير البلد وعمل مشروعات، حتى التسريبات دي كانت بتلاقي في الاعلام اللي يبررها ويكسر ام رقبتها عشان يطلع بمعنى جديد مختلف تماما عن اللي اي واحد بمستوى ذكاء طفايه سجاير حتى هيفهمه بسهوله. الرئيس فاهم يا جزم، الرئيس عارف هو بيعمل ايه والانجازات تشهد. في الفتره بتاع الرئيس من 14 ل 18 والله العظيم اعجاز بكل يعني كلمة إعجاز مش كفاية، والله كلمة إعجاز مش كفاية، لأن اللي بيحصل في مصر ده بقول لكم إيه، كل الناس بتحسد مصر على اللي بيحصل فيها الوقت في كل الاتجاهات. وبجوار هذا الإصلاح كان هناك قطار للإنجازات بيسير
بأقصى سرعة، وهذا الكلام مسجل والناس تاخده، واللي عايز يسخر يسخر. أسرع قطار للإنجازات في العالم كان هنا في القاهرة بإشراف وقيادة هذا الرجل النبيل عبد الفتاح السيسي. وأنا بقول لحضراتكم وبأكد لكم وعلى مسؤوليتي الشخصية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم تمام العلم بعلم قد أزاده الله إياه، بعلم قد أزاده الله إياه، لم يعلمه أحد، اللي علمه ربه لما خلى عقله يقرأ القرآن كقصة حياة الأرض. أو السيسي استغل إنجازاته دي عشان يروج لنفسه دايما إنه الحاكم المصلح للبلد اللي جاي ينقذها اقتصاديا وسياسيا، وعشان ينقذها فطبعا لازم يخلص على عداها الأول اللي عاوزين خرابها، ويفتح القوس بقى وزود فوق جنون العظمة عقدة اضطهاد بتستوي على نار هادية. قلق وخوف ورعب من أعداء وهميين ما بقاش منهم حد موجود بعد ما سجن واعتقل وطرد منهم بره البلد. رعب مسيطر عليه حتى وهو بيقول إن البلد متأمنة والشعب واعي وفاهم، شك في كل حاجة وأي حد. فكانت النتيجة أنه ارتكب أكبر عملية اعتقالات مستمرة لحد يومنا ده، والله أعلم هتنتهي إمتى. سجن شباب وطلبة جامعة وعواجيز مرضى ومراهقين صغيرين، وكل ذنبهم إن هم اتوجدوا في توقيت أو مكان غلط مش أكتر. أي حد والأقل شبهة كان بيتسجن حتى لو بسبب بوست اتكتب على تويتر أو فيسبوك، ودلوقتي انتهى الأمر بغرامة أو إعدام للي يشير فيديو واحد من اللي محمد علي بيعمله. أما بقى اللي لسه في البيوت فبقى كل هدفه إنه يعيد تشكيل تفكيرهم من جديد، ويتدخل في حياتهم وصحتهم وأوزانهم حتى، عشان يثقفهم الثقافة اللي يحددها هو بيقررها بالحديد والنار شوية، وبقالة إعلامية جبارة بتستخدم برامج وإعلاميين زي الأراجوزات عشان يقنعوا الناس بعكس الحقيقة دايما. حتى الدراما ما سابهاش، ووصل بالجيش والمخابرات لكل قناة فضائية عشان يتحكم تعرض ايه ومين يطلع على شاشتها، وفي شهر رمضان مين يقدم مسلسل ومين لا، ويقدم ايه بعد ما يتعرض شغله على المخابرات اللي بتتدخل في اقل حاجة مهما كانت تافهة، وتسمح بمسلسلات فيها تمجيد للجيش والشرطة وشتمة الإخوان، وترفض مسلسلات تانية بحجة تعارضها مع الذوق والأدب العام. بس الحقيقة انها ملهاش مكان في الخريطة اللي عملتها المخابرات وممشية كل القنوات عليها بالامر. في نظر كل السياسيين والصحفيين اللي بيعرضوا قراراته، كان السيسي في حكمه بيقرب من منطقة خاصة فيها ناس زي صدام حسين وهتلر وموسوليني والواد ابن المجنونة بتاع كوريا الشمالية ده. حكم السيسي كان ابشع الف مرة من مبارك اللي ساب غلاية المية على النار وسمح لها تفرغ شوية بخار منها في صورة نقد على الجرايد او معارضة بسيطة في التلفزيون او حتى فصيل سياسي نفسه زي الاخوان، ويكسب كمان في مجلس الشعب مرة ولا اتنين. لكن السيسي وبمنتهى الغباء سجن واعتقل واخفى قسريا، وحول نفسه لماكينة ATM عملاقة كل دورها تشفط الفلوس من الناس مش تديهم، ويريد حتى سمح بهامش معارضة ولو بسيط شوية بخار يخرجوا ينفسوا عن غضب الناس. ده اللي عمله انه سد كل المنافذ وكتم كل الاصوات ومنع اي نشاط سياسي في رأيه كان ممكن يقسم البلد حتى لو كان في شكل حزب هو هيبقى رئيسه. عمل كل حاجة تخليه هو كبير الليلة، الامر المتحكم في كل حاجة كبيرة او صغيرة في البلد، ومتصور انه كده مسيطر وايده طايلة الكل من غير ما يعرف ان طول الكبت خلى الغلاية تتحول لقنبلة موقوتة مستنية في اي لحظة تنفجر في وشه هو قبل الكل. ممكن تتهمه باي شيء، لكن مستحيل تقول انه غبي او ما بيعرفش يخطط. الراجل اتعلم كويس قوي من اخطاء اللي قبله، وبالذات من مرسي مبارك اللي اتعلم منه اهم حاجة، وهي انه ازاي يحوط نفسه بعيلته ومجموعة مقربة جدا من كبار العسكريين وقادة الامن، وهم دول اللي يبقى فيهم ثقة ومصدر امانه. مجموعة جنرالات ورتب تحت ايدها امبراطورية اقتصادية وسلطة سياسية رهيبة، معهم شركات وقنوات وجرايد، وبيتحكموا في شركات انتاج وصحفيين واعلاميين وفنانين، دايرة كل دورها انها تقوم بالشغل الوسخ بالنيابة عنه. احمي وجوده مش عشان سواد عينيه قد ما عشان وجوده معناه وجودهم، طول ما هو على الكرسي الكبير معناه انهم لسه على وش الدنيا ولقمة عيشهم شغالة. والاهم من كل ده انهم بعيد عن القانون اللي هيطولهم اكيد لو وقع السيسي او غاب عن المشهد. لكن المثير للسخرية ان حتى دول فالبارانويا وهوس الشك اللي سيطروا عليه واقتناعه انه الوحيد الصح وكل الناس ضده وبتتمنى هزيمته، فخلوه بقى عنده استعداد يرمي اي حد فيهم في الزبالة وقت ما يقرر، يعزل واحد ورا التاني ويبدل كرسي دبدة، المهم ان محدش فيهم يبقى ليه مركز قوة في يوم من الايام فيستخدم قوته دي ضده، زي ما عمل لما عزل خالد فوزي مدير المخابرات وعين عباس كامل مدير مكتبه مكانه، وقبلها بكام شهر كان عازل رئيس الاركان. السيسي ممكن يامن لمجموعة محدودة جدا من البشر، بس عشان هو اتعلم الدرس والغلطات اللي وقع فيها الرؤساء اللي قبله قرر انه مش هيسلم رقبته لحد لفتره طويله. من وقت للتاني هيلعب لعبه الكراسي الموسيقيه ويجيب ده مكان ده عشان مفيش غيره، بس هو اللي يبقى باقي في كرسيه وايده على رقاب الكل. حتى افراد عيلته اتعلم من مبارك بالذات ان هم ما ينفعش يخرجوا للنور، ولاده ما ينفعش يبقوا نجوم مجتمع زي علاء وجمال مبارك، واللي يحضر ماتش منتخب واللي يروح حفله عشان كده عياله واحد محدش يعرفه وشغال في الرقابه الاداريه، والتاني محمود السيسي من وقت ما دخل المخابرات وفضل يترقى درجه ورا التانيه لحد ما بقى مسيطر على جهاز المخابرات بالكامل، فضل مع ذلك شخصيه مبهمه
محدش يعرف لها صورة أكيدة أو شكل واضح، زي ما كان أبوه في بداياته بالظبط، مستخبي في الظل، حتى لو طلعت عليه كل يوم فضيحة وإشاعة برضه يفضل متداري وغامض، محدش عارف عنه حاجة ولا الضوء متسلط عليه زي غيره، ومحدش بيقابله إلا الأمريكان اللي بيجتمع بيهم في واشنطن أو زمايله رؤسائه في مصر. رؤساء؟ ده ابن السيسي، ده مش بعيد عباس كامل يكون بيعمل له القهوة الصبح ويطرقع له صوابع رجليه قبل ما يروح مكتبه. المهم السؤال هنا دلوقتي، هل بعد كل الاحتياطات دي حس السيسي بالراحة فعلا، أو حس بشوية أمان يخلوه ينام على مخدته بدون قلق؟ والإجابة ببساطة لا، الرعب ما بيولدش إلا رعب، ومفيش ديكتاتور في العالم بيحكم بالحديد والنار إلا وبيعيش خايف من ظله ومن أقرب الناس ليه، لأنه عارف إنه بإيده يخلق ألف عدو وكل واحد قريب منه هو مشروع خاين في المستقبل لو غفل عنه لحظة. أبسط دليل على ده لما قربت الانتخابات الأخيرة في 2018، واللي كانت في نظر صناع القرار والمعارضة والناس حتى في الشارع إن نتيجتها محسومة، والسيسي كسبان، والخبراء بيتناقشوا مش في إن السيسي ممكن يخسر ولا يكسب، دول بيتناقشوا هيعمل إيه السيسي بعد الانتخابات، والدستور هيتعدل ولا لأ، ده حتى مع وجود خيال المآتة اللي جابه عشان يمثل قدامه دور المنافس ويحلي صورته شوية قصاد الناس، برضه كانت نسبة إنه يخسر الانتخابات بمعجزة ما تقلش عن 1 في 500 مثلا. طبيعي مع كل الاحتياطات اللي عملها دي والقبضة الحديدية اللي لاففها حوالين البلد يبقى مطمن بقى، لكن الحقيقة إن السيسي كان في قمة القلق والخوف، وبندع عليه في كل خطاب أو لقاء بالناس، صوته متوتر وسحنته مقلوبة وركبه بترعش وهو بيهدد أعداء البلد الأشرار اللي مش هيسمح لهم يقربوا من الكرسي ده طول ما هو عايش. ووصل الخوف بيه إن أول اختبارين من بعيد حتى كانوا بيقولوا إنهم ناويين ينزلوا الانتخابات عنان وشفيق، سجن واحد منهم وحط التاني تحت الإقامة الجبرية لمدة شهر، خرج بعدها يقول حقكم عليا ومحروقة بالكرسي على البلد بس سيبوني أمشي. بأمانة المسؤولية وهم سامعيني، اللي هيقرب من الفاسدين يحذر مني. اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني، محدش يقول الكلام ده خالص، مش كده؟ لا انا كنت عارف كويس قوي الصالح، وانا مش هبقى حكم عليكم او حجر عليكم يا مصريين في اختياركم، اختاروا اللي انتم عايزينه، لكن في ناس انا عارفهم فاسدين، لن اسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده. ردة الفعل العنيفة اللي عملها السيسي دي تأكد لك ان القصة مش قصة منافسين على السلطة ايا كان اسمائهم، قد ما هو رعب من منافسين في الظل بيدعموا عنان او شفيق او اي حد تاني لمجرد ان هم يخلصوا منه. معركة مدارية بتحصل ورا الكواليس كان عارفها اطرافها في البداية ومش طالع لهم صوت، قبل ما تبتدي تبان معالمها واحدة واحدة كأنها عركة في شارع، انت صحيح مش شايفها بس سامع صوت تكسير كراسي وصريخ وناس بتجري ورا بعض، فمستني اللحظة اللي هتيجي العركة دي قدام عينيك عشان تتابعها ما تسمعش عنها بس. اهي العركة المستخبية دي السيسي بيتجهز لها كل يوم، وبيحشد كل اسلحته من اول الرتب اللي بيشتري ولاقها بقصور وفنادق ومنتجعات باسمهم، والتأييد الدولي اللي بيلحس تراب الجزم عشان ينوله ويوقع على صفقات اقتصادية ملهاش اي 30 لازمة بس تشتري رضا الكبار، زي صفقات الطيارات الحربية من ماكرون، وفوق ده كله دعم ناس زي بن زايد وبن سلمان وترامب اللي بقى مقرب منه لدرجة يندهله قدام الناس كلهم ويقول له ديكتاتوري المفضل. لكن مع كل ده بوادر المعركة اللي قلنا عليها كانت بتحصل من فترة للتانية، انفجار الغلابة هيحصل، وهو عارف ده بس له مقدمات بسيطة، مرة يتأمر عليه 26 ضابط جيش واتقبض عليهم ويتحاكموا، ومرة يطلع له العقيد أحمد قنصوة ببيان يرشح بيه نفسه في الانتخابات وبرضه يتقبض عليه ويتحاكم، بس المرة دي بتهمة الترشح للرئاسة بالبدلة العسكرية، وفي النهاية اتحولت المعركة بينه وبين الشعب نفسه بتأييد من قيادات في الجيش عاوزة تخلص منه. معركة ظهر فيها وجه جديد اسمه محمد علي، وسواء مدعوم فعلا من المخابرات أو قيادات في الجيش أو سواء بيتصرف في عقليته الخاصة ودوافعه مش مسيسة، فيفضل في النهاية حجر في بركة كان فاكرها السيسي ميتة ومسيطر على كل ركن فيها، والأسوأ إنها لقت قبول عند الناس وخلتهم يحسوا إن ليه لأ؟ ليه ما يتحركوش وينطقوا ويعترضوا لأول مرة؟ إيه أسوأ حاجة هتحصل ليهم بعد كده؟ ده السؤال المنطقي اللي كل الناس بقت بتسأله لنفسها، هنخاف ليه يعني؟ هيحصل إيه أسوأ من اللي عايشين فيه؟ والحقيقة إن مفيش أسوأ من الفترة اللي عرفتها مصر على إيد السيسي، خصوصًا الكام سنة الأخيرة، رفع الدعم ورفع الأسعار ورفع الشعب اللي بقى تلته تحت خط الفقر لغاية ما الخط نفسه ما بقاش باين أصلًا، إصلاح اقتصادي فشخ البلد وخلى الإصلاح نفسه ينطم ويروح يسلم نفسه في أمن الدولة، إيه اعتقالات بالجملة، تصفية جسدية، إخفاء قسري، أحكام على شباب بالمئات بالإعدام، النظام عارف إن هم ما عملوش أي حاجة بس هم المتاحين عشان يشيلهم الليلة، وفوق كل ده تعديلات على الدستور عملها السيسي بمزاجه في أبريل 2019 عشان يغرز أكتر في قلب الكرسي لغاية 2034، ويدي نفسه والجيش صلاحيات أكتر، يتحول بيها حرفيًا لمالك البلد اللي معاه مفاتيحها وخزاينها وكل ثرواتها. وصدق كله كان الإعلام بيغمى عينيه ويعمل نفسه من بنها أول ما تيجي سيرة خط الفقر والطبقة المتوسطة اللي اختفت خالص، وتلاقيه بيتكلم عن المشروعات الضخمة وقناة السويس اللي هتجيب ملايين للبلد، رغم انها باعتراف السيسي نفسه ما كان لهاش اي اهمية وكلفت الدولة فوق 8 مليار دولار على الفاضي، ومشاريع تانية وهمية بتعمل لها بروباجندا عملاقة من غير ما يبقى لها اي تأثير ملموس على الاقتصاد. الفكرة كلها
كلها ان القائد الملهم مش شايف اصلا ان دراسات الجدوى دي ليها اي لازمه، بالعكس شايف ان البركه هي اللي بتنفع والبلد تمشي بالتسهيل وتوكلنا عليك يا رب، بشكل يحسسك انه مش رئيس دوله، ده رئيس مركب قلل. كل تصور السيسي عن الاقتصاد انه شويه مشاريع هيمسكها الجيش فربنا ينفخ في صورتها فتنجح، وهو معاك قلب معاك رزق والدنيا هتمشي بس انت ما تعقدهاش، بس الدولار يغلى فيعوم الجنيه فيضرب الدولار شقلباز وينفخه على فوق ويتحول لاسطوره كده ان ابوك وابويا شافوا دولاراته هم صغيرين ومسكوها بايديهم، لدرجه ان شركات بحجم ال جي وجنرال موتورز توقف شغلها وتعطل الانتاج لانها بقت فعليا عاجزه تحول اللي داخلها لدولارات تشتري بها قطع غير من بره، فتعمل ايه؟ تلاقيها مش جايبه همها فتقفل ولو مؤقتا. هل ده فرق مع السيسي في حاجه او خلاه يحس بحجم الكارثه؟ كارثه ايه يا راجل، صلى على النبي في قلبك، مش البلد ماشيه والرز ما بيتقطعش؟ يبقى فين المشكله؟ معيار السيسي الوحيد لنجاح البلد انه عارف يقمع اي صوت يعترض من ناحيه، وانه عارف يرضي الكبار في العالم من الناحيه الثانيه. طول ما الاجانب شايفينه بيحارب ارهاب الجماعات الاسلاميه وعامل سلام مع اسرائيل يبقى زي الفل، طول ما الامارات والسعوديه شايفينه واخد صفهم ضد قطر وايران وعامل استقرار ومفيش ثوره تاثر عليهم في بلادهم او تغري المواطنين عندهم يعملوا زيها، فهو برضه زي الفل وما عندهمش اي مشكله. يخلوا ال 30 مليون اللي اخذهم معونات في سنتين بس يبقوا 60 و100 كمان، مش مهم. باختصار السيسي بقى مسيطر ومرضي عنه، ودي المعادله اللي لغايه دلوقتي ناجح فيها بدرجه كبيره. لما عمل الانقلاب على مرسي كان كل همه ان اداره اوباما ما تعتبروش انقلاب، عشان ببساطه ما تتقطعش المعونه اللي قيمتها فوق المليار ونص دولار كل سنه غير المعدات والمعونات العسكريه. حتى في لقاءاته مع المسؤولين في امريكا كان كل نقاشاته السلاح وقطع غيار الدبابات اكثر من المشاريع اللي بيفكر يبنيها للبلد. امور زي التعليم والصحه والثقافه والحريات هي امور شكليه بياخد بيها اللقطه، لكن على ارض الواقع صفر. قصور بالملايين واستراحات وفنادق ومدن جديده، لكن مدارس ومستشفيات وجامعات برضه صفر. عقليه الجيش اللي اتكلمنا عنها في اول الحلقه هي اللي حاكمه، عقليه دفاعيه شايفه بس ان تحصين نقط ضعفك اهم بكتير من حل المشاكل او مواجهتها. كل المشاريع اللي بداها السيسي والاصلاح الاقتصادي اللي الكل بيتكلم عنه على انه هينقل البلد لقدام ويخليها تعدي بريطانيا وفرنسا وتسلف سويسرا فتصدق نفسها وترفع سعر جنسيتها بشكل يعني يحسسك ان شباب العالم واقفين طوابير قدام سفارات بلادهم عاوزين الجنسيه المصريه وهيبدلوا جنسياتهم بعلبه مارلبورو. كل المشاريع والاصلاح ده كان نابع من فكرتين مهمين، اولهم اقتناعه زي ما بنأكد دايما انه الذي لا ينطق عن الهوى المدعوم باراده الله وتأييده، فمستحيل يفشل او يغلط في قرار. والحاجه الثانيه احساسه اللي واصل لدرجه اليقين انه مهما عمل هيفضل اقل من اللي سبقه. لا هو عبد الناصر صاحب ثوره 52 ولا هو السادات بطل الحرب والسلام ولا هو حتى مبارك اللي على الاقل عرف يعمل شويه نمو اقتصادي في البلد ويقضى على الجهاديين. السيسي عارف انه من غير فزاعه اسمها الاخوان والارهاب ومن غير مشاريع فاكر انها تخلد اسمه في التاريخ فهو هيفضل اكتر رئيس فاشل ومكروه في حياه البلد دي. ما قدرش يبقى له رؤيه سياسيه زي عبد الناصر ولا رؤيه عسكريه زي السادات، ومبارك اللي شهد بعينه على اغتيال السادات على ايد ملازم من الجيش خلاه ينفخ في الداخليه على حساب المؤسسه العسكريه ويخليها هي سيفه ودرعه، وده شيء كان مختلف معاه السيسي وما عندوش استعداد يعمله، لان السيسي بدون الجيش حرفيا نكره. فايه الحل؟ بسيطه، يبني وبس، مش مهم يبني ايه ولمين، المهم يبني ويخلد اسمه بالعافيه على المشاريع واليفط الاسمنت والكباري. ومصر اللي دخلت التاريخ باعرض كوبري معلق واضخم مسجد وكنيسه واكبر طبق كشري واطول مش عارف ايه، مجرد هوس بالبنى يغطي على فشل سياسي واقتصادي بينطق وواضح للاعمى. عشان كده تقدر تفهم ليه السيسي بنى كل المنتجعات والفنادق والكباري دي، وبنى عاصمه اداريه كامله كلفت الدوله فوق ال 58 مليار دولار ومعاها 13 مدينه جديده تانيين ما تعرفش ايه اهميتهم، وليه ما استثمرش الفلوس دي في المحافظات اللي موجوده فعلا عشان يطورها او يحسن شكلها او بنيتها التحتيه؟ مش مهم بقى ده يكلف كام، مش مهم الاقتصاد ينهار بمصاريف جنونيه وسلف مستمر من صندوق النقد يضطر عليه يدفع ضمانات ويرفع الدعم ويعوم الجنيه فيفشخ الشعب، محروق الشعب، المهم اسم الفرعون يتخلد ويتحفر على الحيطان والبوابات والنصب التذكاريه. ونيجي للختام ونبقى جاوبنا عن ايه تاريخ السيسي وحللنا شخصيته وعرفنا ايه اللي بيدور جوه مخه بالظبط والسر ورا تصرفاته المختله. ودلوقتي ما بقاش فاضل غير اجابه اخر سؤال شاغل الناس، طب وبعدين؟ هل دي النهايه؟ هل السيسي بقى قدر لازم نرضى بيه لحد ما يمشي بعد 15 سنه ولا 30 سنه؟ هل الثوره ماتت من قبل ما تتولد في سبتمبر اللي فات؟ والاجابه لا، ودي مش نظره متفائله او تكهنات او حتى معلومه بشيء في علم الغيب، لكن اللي يقرا التاريخ يعرف ان دي باي حال من الاحوال مستحيل تبقى النهايه، والسبب ببساطه مش في الناس قد ما في السيسي نفسه. مش فاهم؟ خليني احكي لك قصه صغيره كده على السريع. كان في بطل وسيم ومحارب شجاع كان مجنن النسوان كلها، ومفيش محارب عارف يقف قصاده ويغلبه او حتى ياخد في ايده 10 دقائق قتال على بعض، مفيش معركه دخلها
الا وكسبها. الجيش اللي كان فيه البطل ده هو ببساطه جيش مكتوب له النصر من قبل ما يبتدي، ومفيش حاجه قدام الجيش اللي قصاده غير انه يلم عزاله ويرمي السلاح ويرفع الرايه البيضاء ويروح على بيته، كافي غيره شر. البطل ده كان ببساطه ما بيموتش، لا مش اميتاب باتشان، ده حاجه اكبر من كده. بطل ما بيأثرش فيه سلاح ولا بتموته ضربه سيف او سهم يرشق في صدره ويريحنا منه، وفضل البطل ده مدوخ الناس والممالك ومحدش عارف سكه يموتوا بيها، لحد ما واحد عرف حكايه صغيره ان ام المحارب ده لما اتولد شالته هيله بيله وطلعت بيه على نهر سحري، فغطسته في النهر ده لحد ما الميه غطته بالكامل، وعشان كده ما بقاش فيه سلاح يقدر ياثر فيه ولا يصيبه حتى بخربوش. الناس قالت الله، ولما هو كده يموت ازاي؟ نسمه ده مش بيحوق، نشربه سجارتين بانجو ونزقه من فوق جبل برضه مش هيموت. الحل ببساطه في ثغره بسيطه في جسمه، كعبه اللي امه مسكته منه وهو مولود وغطسته في النهر بالكامل، جسمه كله الا الحته دي. واحد هيقول لي يعني وانت شايفنا راكنين الفيل تحت، هنود احنا هنصدق ان الوليه مسكت عيل بالكامل من كعبه وغطسته في النهر؟ ما كانتش قادره تدخل بايدها بالمره؟ وده هقول له لا يا برسان طويل، لا يا برسان طويل. اهمت بقى واسمع الحكايه عشان قرب تخلص. الثغره اللي قلنا عليها دي بعد ما الاعداء عرفوها قرروا يستغلوها، وفعلا في اول معركه واحد ابن حلال نشوا سهم في كعبه جاب اجله، والبطل الاسطوري اللي كان منيم الكوكب من المغرب مات بسهم في كعبه، ومن هنا ظهر مصطلح الناس تعرفه باسم كعب اخيل، على اسم البطل ده اللي كان يبان لك منيع ومستحيل تقضي عليه او تهزمه في معركه واحده، لكن مات بثغره تافهه لا تذكر. عشان كده النهايه عمرها ما اتكتبت مع السيسي، لانه بنفس السياسات اللي مشي بيها من يوم ما مسك الحكم هتكون نهايته. هو ده كعب اخيل اللي هيهزمه، القبضة الحديدية اللي لفاها حوالين رقاب الناس وهو فاكر انه كده مسيطر على ارواحهم واصواتهم، ومش بس كده، ده الجيش نفسه اللي اتحمى فيه وفاكره هو سيفه وسند وحمايته هيبقى هو الثغرة اللي توقعه وتكون بداية نهايته منها. الجيش اللي تحول من نصير الشعب الكل بيمجد فيه وفي رجالته لعدو، او على اقل تقدير خصم بينافسهم على لقمة عيشهم وقوتهم وقوت عيالهم، خصم للليبرالي زي الاخواني زي اللي مالوش في السياسة اصلا. الناس اللي اتعلمت تسكت بمرور الزمن وتتنازل عن حقها في سبيل ما يبقوش زي سوريا والعراق ولا يدخلوا في دوامة ثورة تاني وتتعطل مصالحهم ويضيع الأمن بالشهور، الناس دي هي اللي دلوقتي اتحرقت مراكبها بالكامل بعد ما عيالها راحت بالموت او السجن، وتحويشه عمرهم اتبخرت مع الجنيه اللي اتعوم، واللي لسه عنده اسره ما بقاش عارف يلاقي اكل لعياله ولا يجيب منين يكفي مصروف لاخر الاسبوع. السيسي من غير ما يحس خلى الناس تلزق في الركن وظهرها للحيط، وزي ما قلنا قبل كده اي قطه في الشارع لو عملت فيها كده هتخربشك، لان غريزه الحياه جواها اكبر من اي شيء تاني، وده اللي حصل مع الناس وخلاهم ينزلوا في 20 سبتمبر، احساسهم ان ظهرهم للحيط وما بقاش عندهم شيء يبكوا عليه، مفيش احزاب تسندهم خلاص، ولا معارضه قادرين ينضموا ليها في حكم السيسي، ولا منظمات دوليه او حقوقيه قادره ترد مظالمهم بعد نظام السيسي ما قصقص ريشها وتعلم من درس الثوره ايام مبارك، مفيش نخبه فضلت باقيه الناس تتلف حواليها، ولا قياده لسه موجوده بره السجن. عشان كده لما ظهر محمد علي بلغه دارجه وفيديوهات عفويه واسلوب اقرب لاسلوب الشارع وتفكير الناس، محدش اتردد انه يسمع له ويتاثر بكلامه وينفذه كمان. المعركه دلوقتي بقت بين شعب 60% منه شباب تحت ال 30 ما بقاش عندهم حاجه يخافوا عليها، لا شغل ولا فلوس ولا اسره ولا عمر يسكتوا وهو بيضيع بين ايديهم، وبين رئيس قرر ان اللعبه مش يا انا يا الفوضى، لا يا انا يا احرق البلد باللي فيها زي ما عمل بشار من قبله. عشان كده بقول لكم ان المعركه ما انتهتش، والنار اللي عرف السيسي يسيطر على بوادرها ويحشد لها، النار دي لسه موجوده تحت الرماد مستنيه اقل ريح تطيره عشان تقوم من تاني في ميعاد الله اعلم بيه، والله اعلم ساعتها هتعمل ايه ونهايتها هتكون ايه، بس الاكيد انها مش هتنتهي الا وهي اخده بديلها طبيب الفلاسفه يا للقبر يا للمحكمه. وادينا مستنيين، فنشوفكم على خير ان شاء الله.